هناك تأكيد من جلالة الملك أنه في أي وقت ترى مناسب ستعود إلى وطنك حسب قرارك؟ هذا ما وصلني وبلغني أنا حتى الآن، أنا ما طرقت الموضوع مع جلالة الملك، لكن الأخوة اللي تحدثوا مع جلالة الملك أكد لهم أن هذه مجرد زيارة وعملية يعني علاج للشيخ أحمد. وأقول كما مرة ليفهم الجميع أننا لا نكره اليهود كيهود ولا نعاد اليهود كيهود، نحن نقاتل من يأخذ حقنا وأرضنا وديارنا وبيوتنا، نحن نقاتل من يقتلنا، نحن نريد حق، نحن لا نعتدي على أحد، نحن لا نظلم أحد، نحن لنا شعب 4 مليون فلسطيني مشرد يريدون أن يعودوا إلى بيوتهم كما شردوا من بيوتهم، ولذلك نحن على استعداد أن نعيش مع اليهود بأحلى حياة وأخوة وتعاون، لكن لا يأكلون في حقنا. أخي من أمي وأبي المسلم إذا أخذ بيتي مني وطردني سأقاتله، سأقاتل أخي الذي هو من أمي وأبي.